بسم الله الرحمن الرحيم. وقفناك وقدمناه المرة الثانية بنقدمك أنت. يقول فكيت الكيس وانتثرت الأشرطة. والله انتثرت كل هموم الدنيا يا أخوتي. والله انتثرت كل هموم الدنيا. أو ما هو كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. أحبتي الفضلاء، يقول لي رجل مترف درس في أمريكا وترك ثم تاجر، يقول مللنا الحياة فجاء وتوظف في جدة. يقول كنا مجموعة شباب، كان معنا واحد، لن أذكر اسمه، لو ذكرت اسمه سيعرفه كل الحضور. كان معنا واحد رغم فساد قلوبنا وفساد أعمالنا إلا أننا نرانا إذا شفناه قلنا نحن متقين. يقول فجر في الأرض هجور، والله إننا نطمع ندخل جنة إذا شفناه. يقول كان هو اللي ماسك الجلسة، خصوصا جلسة الأربعاء والخميس في الشاليهات، وتعلمون ما يحدث هناك، هو اللي رتب الأمور. يقول كنا نحب جلسته وخفة دمه وضحكه وكذا، لكن أكثر منها كنا نخاف من لسانه السليط، ممكن يستلم واحد فينا ما عاد يداوم ولا عاد يجي. يقول وجاء يوم الثلاثاء ما شفناه، يوم الأربعاء في الدوام، وكان يرج المكاتب كلها، يضحك على هذا ويذب على هذا ويتكلم على هذا. يقول فجاء ذاك اليوم وهو جالس على المكتب يكتب وما نسمع إلا تمتمة. يقول اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. يقول نعرف كل يوم طالع بحركة، فقعدنا نضحك عليه. صلى قعد ألين الساعة 11، ثم خرج من المكتب، ثم طلعت وراه، ثم قال لي يا فلان، يكلم ولد عمي يقول يا فلان تعال الآن الساعة 11 أحسن وقت لصلاة الضحى الآن. يقول الرجل ما يصلي أصلا مفروضة. يقول قعدت أضحك عليه ورجعت المكتب وراح. قلت والله لا يكون الرجال صادق، طلعت وراه إلا والله طلع بعد ما توضأ ودخل المصلى. يقول قعدت عند الباب أناظره ويتقدم، جاء عند الصف الأول ما في المسجد أحد. يقول كبر ثم جلس ينتفض، ثم ركع ثم رفع ثم سجد، فلا والله ما رفع، والله ما رفع إلى أن أذن الظهر، ناسي نفسه، ثم صلى الظهر ثم خرج. لما انتهى الدوام يوم أربعة ما اتصل ولا رد، فقدناه، ما عندنا اليوم جلسة. يوم الخميس لا اتصل ولا رد، يوم الجمعة لا اتصل ولا رد، يوم السبت جينا الدوام لقيناه جالس في المكتب وجالس نفس الحركة. اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. يقول فجلسنا نزود عليه الكلام شوي، واحد معنا قليل حياء بزيادة، فقال له اسمع يا فلان، إن كانك تطوع تطوع، لكن والله يشهدون علي الشباب إني لا أدفع لك 100,000 ريال بس تعطيني النوتة اللي معك حقت البنات، أدفع لك 100,000 ريال بس تعطيني النوتة اللي معك حقت البنات. يقول صاحبنا هو سمع الكلمة ولا ما سمعها، جلس ينتفض وطاح، ثم ما تحمل وطلع. يقول لحقته يا فلان، راح يا فلان مسكته، يا فلان والله إن عارفين أنا زودناها مرة اليوم وقال حيانا واجد، لكن تكفى سامحنا. يقول فمسح دموعه قال أنت توك تعرفني ولا من زمان؟ تحسب هالدموع نزلت عشان ما أقدر أرد عليك أنت وياه؟ أنت عارفني زين. يقول ما بكيت إلا لأنه هو يتكلم وأنا تخيلت ربي جل جلاله فوق العرش جالس يسمع هالمسكين وهو بيدفع 100,000 عشان يعصي الجبار الملك. والله إني رأفت على حالك أنت وياه، قلت والله ما خليك لين تعلمني ايش اللي صاير. قال يا أخي
اتركني وروح معهم. قلت والله ما أروح. قال أنا يوم الثلاثاء كنت موعد ثلاث بنات يطلع من واحدة يروح للثانية. يقول طلعت ومسكت طريق المدينة اللي في جدة موعد واحدة هناك. يقول لبقت السيارة ما أبغى أروح من آخر الشارع وأدور مشغول زحمة معاصي ما أبغى تفوتني شيء. يقول لبقت قلت أقطع الشارع. يقول أول ما نزلت وقفت بقطع الشارع جاء واحد جنبي أتقدم خطوة يتقدم أوقف يوقف أتقدم ثنتين يتقدم أوقف يوقف ثم فجأة بلا سابق انذار أنا واقف وتقدم خطوة. يقول يوم تقدم خطوة إلا سيارة جاية تمشي بسرعتها القصوى. يقول الرجل من الارتباك التفت في لمح البصر كل هذه الأمور ضربت فيه السيارة الصدام في بطنه ورجليه من تحت ورأسه على الكبوت مسحتها السيارة بالأسفلت. يقول بيني وبينه خطوة. يقول ما ترى إلا أضلاع متكسرة وأسنان متهشمة وجمجمة متكسرة والدماء تتعب من كل مكان تجمعوا الناس ويبكون وأنا واقف على رأسه ما بكيت. يقول جالس أنظر الدماء قد عاثت في ذاك الوجه والله الناس يشوفون وجهه وأنا أشوف وجهي. يقول ثم أنا جالس أفكر والناس اللي يطلب الإسعاف واللي يكلم بالجوال واللي يشوف واللي يلمس النبض. يقول جاء واحد قال لي المرة هذه وقفناك وقدمناه المرة الثانية بنقدمك أنت. يقول التفت والله ما في أحد. يقول قال اسمع المرة هذه قدمناه ووقفناك المرة الثانية بنقدمك أنت. يقول رجعت البيت قلت خطوة بيني وبينك لوني رحت وارجع البيت واشوف انا فاهم غلط وكنت احسب المطاعة فاهمين غلط. يقول فاهم غلط بلقى ربي بهذه كلها سيديات وافلام والبومات صور. يقول خذتها كلها وحطتها في كيس ثم تحسفت قلت والله لخلي ربي يشوفني وانا حاطها في اخص الاكياس خذتها في كيس نفايات اجلكم الله. يقول واخذتها وقفت عند برميل زبالة أجلكم الله. يقول مسكت الأكياس جاء إبليس لي بجميع الشياطين اللي في الأرض اللي يقول تراك بتنتكس واللي يقول ترى فيها أشرطة ما أنت بلاقيها لو رجعت وكل واحد يقول والله بين هالأصوات ويجي الصوت عند إذني قال والله نقدمك أنت. يقول فكيت الكيس وانتثرت الأشرطة والله انتثرت كل هموم الدنيا اللي في وجهي وكأن السماء فرجت وأرى ربي جل جلاله مستوي على عرشه. أومن كان ميتا أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. هذا الرجل والله لو ذكرت اسمه الآن أن تفز القلوب إجلالا لاسمه فسبحان من أعزه. والله أناس ما قابلوه ويدعون له يوميا سبحان من أشرب الناس حبه والله مع الماء سبحانه غير كل شيء يغير له الله كل شيء. والله غير له كل شيء وهو حي يرزق على ثغر من ثغور الدعوة والله ما سده أحد إلا القليل. والله إن الناس ما قابلوه يدعون له في سجوده وتفز القلوب إجلالا له. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. اللهم اجزه عنا خير الجزاء اللهم اجزه عنا خير الجزاء وكما هديته فهدنا وكما بلغت هذه المنزلة فبلغنا يا رب العالمين. أحبتي والله كم قدم الله غيرك ووقفك
وقد تكون المرة الجاية دوري ودورك. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا ضيقا حرجا كأنما